السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع اليوم الثاني من درس كل أمتي يدخلون الجنة. خطوات الدرس: الدعاء والقرآن والتهيئة والهدف، وسنعرض لكم بعض الصور عليكم أن تستنتجوا منها الطاعات التي تدخلك الجنة، وبعض ثمرات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخيرا مشكلة تجد لها حلا، والتقييم الختامي. دعاء اليوم: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. عليك مراجعة سورة الكافرون، وعند إتقانك لها سجلها بصوتك وأرسلها إلى معلمك. التهيئة: أيهما أفضل ولماذا؟ أنا أحرص على الطاعات التي تعلمتها من النبي صلى الله عليه وسلم، أما الثاني أنا أفعل ما أريده ولا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل؟ هل الذي يتبع أوامر النبي ويطيعه، أم الذي يفعل ما يريده؟ أحسنتم، الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، لأنه يحرص على دخول الجنة. أما الذي يفعل ما يريده فهو لا يحرص على دخول الجنة. هدفك اليوم أو مهمتك اليوم تستنتج بعض الطاعات التي تدخلنا الجنة. هيا بنا نراجع هذا الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. دورك بعد مشاهدتك للفيديو تخبر زملائك بالطاعات التي فهمتها من الفيديو، وتشرح لنا كيفية تطبيق هذه الطاعات في حياتنا. شاهد ثم تحدث عن الطاعات التي تدخلنا الجنة. من هو ربك؟ الله. ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. من هو ربك؟ الله. ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان. أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما أحلى صوت الأذان للصلاة، قم يا إنسان. ما أحلى صوت الأذان للصلاة، قم يا إنسان. عنها هي لا تتأخر، قامت الصلاة، الله أكبر. عنها هي لا تتأخر، قامت الصلاة، الله أكبر. من هو ربك؟ الله. ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. من هو ربك؟ الله. ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. الزكاة بها نعين الفقير والمسكين. الزكاة بها نعين الفقير والمسكين. فرح نهديه بحب يسعد الروح والقلب. فرح نهديه بحب يسعد الروح والقلب. الصوم في رمضان شهر الذكر والقرآن. الصوم في رمضان شهر الذكر والقرآن. ليلة القدر بركات تمحى فيها السيئات.
ليلة القدر بركات تمحى فيها السيئات. من هو ربك؟ الله. ورسولك؟ محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. من هو ربك؟ الله. ورسولك؟ محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. الحج لبيت الله واجب لمن استطاع، الحج لبيت الله واجب لمن استطاع، سعي طواف ونحر الحج مرة في العمر، سعي طواف ونحر الحج مرة في العمر. أركان الإسلام خمسة تحفظ أبدا لا تنسى، أركان الإسلام خمسة تحفظ أبدا لا تنسى، لنذكرها معا يا أطفال كي تبقى دوما في البال، لنذكرها معا يا أطفال كي تبقى دوما في البال. الآن أخبر زميلك بأركان الإسلام التي شاهدتها في الفيديو، وما هي الأعمال الحسنة التي سوف تفعلها لتدخل الجنة؟ استنتج من النصوص التالية بعض الطاعات التي تدخلنا الجنة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هنا من الطاعات في هذا الحديث الحرص على العمل بأركان الإسلام وتطبيقها. في هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. في هذه الآية الطاعات المذكورة فيها: بر الوالدين والدعاء لهما. في هذه الآية قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هنا في هذه الآية من الطاعات اتباع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم والبعد عما نهانا عنه. ثمرات اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. من هذه الثمرات نيل محبة الله سبحانه وتعالى ودخولنا الجنة. مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم خادم غير المسلمين، فلما مرض الخادم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته، فوجده على فراش الموت فدعاه للإسلام فأسلم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وبشره الجنة. نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن التعامل مع الآخرين، ونتعلم منه أيضا الطريقة التي أتعامل بها مع كل الناس حتى من غير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبر هذا الخادم على الإسلام، بل دعاه بطريقة لينة بكلام طيب وهو على فراش الموت، وهو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم جيدا لأنه عاشره لفترة طويلة، فأسلم فرح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. أوجد حلا
أحمد طالب مجتهد ولكن له زميل بالصف يزوره ويلعب معه وقت الصلاة ولا يحثه على أدائها في وقتها. ماذا علينا أن نفعل؟ يجب علينا أن ننصحه ونوضح له أن هذا تصرف غير صحيح، وعليه أن يحافظ على الصلاة في وقتها حتى يأخذ الأجر كاملا. مع القرآن الكريم قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. القرآن الكريم يتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قرآنا يمشي على الأرض. الهوية والانتماء والربط بدولة الإمارات. نحن جميعا نعيش في دولة الإمارات ونحبها ونحب حكام دولة الإمارات وعلينا طاعتهم، فطاعتهم من طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. التفكير الناقد: يمكنني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، كيف ذلك؟ أنظم مفاهيمي من خلال ما فهمت من الحديث الشريف: من يرد الجنة يطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يأبه ويرفض دخول الجنة يرفض طاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، جاء وقت الأنشطة، اختر النشاط المناسب لك وقم بحله وأرسله إلى معلمك.